طيب نعم نعم علي بالفعل علي انت موجود معنا بالفعل يعني اول شيء صباح الخير عليكم جميعا صباح نعم صباح الخير عليكم جميعا بالفعل يعني في ظهور اخر ظهور لفنان العرب محمد عبده في بريطانيا كان هذا الظهور الذي لاقى اصداء كبيره وتحيه كبيره من الجماهير اللي بادلتها التحيه والتقطوا صور التذكاريه. كلنا نعرف انه محمد عبده تعرض لازمه صحيه في الفتره الماضيه وكان في هناك خطه علاجيه في مايو الماضي، بعد هذه الخطه تكللت هذه الخطه بالنجاح وبعد كذا شفنا محمد عبده في نقاهة وهو يتمتع بصحة جيدة ويحيي جمهوره. كلنا نعرف مسيرة هذا الفنان الكبير وهذا الاسم اللامع في الوطن العربي، وهذا المسرح من خلفي هو أكبر شاهد لهذه المسيرة الممتدة لأكثر من 40 عام. محمد عبده تنقل بين مدن المملكة، أحيا حفلات متعددة في مناطق المملكة، وكانت الرياض هي الانطلاقة للمسيرة الأخيرة للفنان فنان العرب محمد عبده. فبالتالي اليوم ظهوره في بريطانيا وتحيته للجمهور كان له أصداء كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، المقاطع تداولت إلى أرقام كبيرة لهذا الظهور اللي حظي بإشادة كبيرة وأيضا بترحاب. وفي نفس الوقت شفنا الحفلة الأخيرة للفنان ماجد المهندس اللي ألقى التحية على محمد عبده في جولة في حفلات جولة المملكة اللي أقيمت خلال الأسبوع الماضي. فاليوم احنا في ترقب للجماهير وفي نفس الوقت في نسبة كبيرة من الجماهير طالب فنان العرب بالتروي قبل الرجوع، لكن العشاق دائما ما يطالبون الفنان العرب بالعودة. حتى شفنا في مقاطع كثيرة الكل بعد ما تداولت الكل بدأ يركب أو يضع شوي من أغاني محمد عبده. فبالتالي اليوم الجمهور على حرم الجمر في انتظار عودة الفنان محمد عبده إلى المسارح وإحياء لحفلات.